به الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في تفسير هذه الآية: إلا ليعبدون، أي ليوحدون الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به سبحانه وتعالى. والأنبياء والمرسلين، أي رسول وأي نبي جل يقوم جبل التوحيد. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. موضوع كان شنو؟ ذاك يشتغل لك خالد الراشد مجرم، تعرفه؟ تاع السروريه والسياره دقت الحيطه والجدار، ما بحكي الشيخ، انا ما بعرف احكي، ما بتكلم سناي كويس، والسياره بالجدار، اوه يا جماعه يبكوا، وبيت شغاله واحد بتاع شنو يا فتى شرك، الا ليعبدون سبحانه وتعالى الله. الليله المتصوفه اخذوا حق الله وخالفوا هذه الايه بشبه وباباطيل، بيجيبوها الكبار والصغار، يقول لك توسل الواحد ينعتر، طب يا كباشي شرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وان المساجد لله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله قال كده في القران، ده ابن هذه الكباشي، انت لو نادي رسول شرك، بس واحد فاهم تلقاه يقول لك يعني ما ناديهم كله ولا واحد، يا هو لا رسول ذاته. والرسول ذاته عليه الصلاه والسلام قال: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاغلام وجفت الصحف. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يجيك واحد ثاني في الاذاعه مدحه، يقول لك في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرسول ماف في الليل الهادي، بنادي اسيادي جمله وفرادي، قم يا خي ناديهم لي رجال الله البزير البي. ده مشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القران: قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى، البنادوم مع الله ذير خلقوا حاجة من حاجات ربنا، خلقوا شيء ولو ذباب. الله قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، برعي مكاشفي صايم ديمة كباشي محمد المنتصر لذلك بيجاي حامد بيجاي ابصلع ذاك بيجاي، كلهم اي واحد في راسك كلهم ضبانه ما يخلقوها، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الضبانه لو جات لك شارت منه حاجه، أكل موية من الليزيرك من أبصلع من كباشي مكاشفي خليفته القاعدة السي، شالت منه حاجة ضبانة ما بيرجع منها، ما بيقدر. لذلك يقول لك: لين لبست الأولياء شتمت الأولياء. هكذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من جه مكة ودعاهم للتوحيد وأثبت أن اللات والعزى وهبل ومنات لا يملكون مع الله ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قالوا: سب آلهتنا وسف أحلامنا. قالوا كده، قالوا قال لهم: لا بتنفع لا بتضر. نحن اللي بنقول لك في السودان للمكاشفي للكباشي الناس: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد،
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تكون مع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. الليلة كتار يقول لك إنه مع الكتاب والسنة كويس؟ كتار لكن صار سنة المحمدية بعد قبل كرم الصوفية تصار سنة؟ والله أنت مخالف الاسم ذاته لو هو صح ذاته أنت مخالف ذاتك كويس؟ صار سنة المحمدية تكريم الصائم ديما والله أنت لكش هلود في راسك ده تبليت كرم الصائم ديما أنا اللي جيت فيه فارق ذاتي بديه حاجة ما عندي سلطة عليه ولو عندي سلطة عليه والله يعمل له شغل تكرم الصائم ديما وذاك كمان ما تتكلم إلا بتزكية زار هاشم ده عاطل ما عارف قال لابس في الذهب ولا لابس دين ما عارف ماشي الذهب ذاك بوكلين بتاع شنو ما عارف يقول لك إلا بتزكية تزكية بتاع شنو يا أخي أنا بكشفك هنا وبدون تزكية ويزي من الله تبارك وتعالى زول عاطل نزار هاشم عاطل وسافل ومخذل مجرم لا بدو ما عارف قال ما تتكلم هسه كان واحد دارزني قدامي يعني اقول له نزار خلاص زول دارزني خلاص انا اكلمه رسل لي بالواتساب ولا كيف يعني ولا كيف ذاته ولا واحد دارز يجي لقبر اكلمه ولا ارجع نزار رسل لي في الواتساب تسكي من نزار هاشم بعد يجي يقول له قوم يقول لي من وين مالك يقول لك والله نزار ما رسل لي يا اخي رسل لي رسائل لغني ذاتي رسل له قال انا في الجزائر دي بغني على العطله ديك بتاع غنوه ولا شنو نزار الا بتزكيه وهناي ورساله وتزكيه كلام فاضي. لذلك تكون مع الكتاب والسنه ما تبارى اي حزب ولا اي جماعه. الله قال الرسول قال على فهم الصحابه والسلف الصالح هذا ينجيك باذن الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله. ده لا حزب لا جماعه ده طريق ربنا سبحانه وتعالى على فهم الكتاب والسنه. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. الليله في الاذاعه في التلفزيون يجيك محمد المنتصر حامد بابكر يقول لك تنادي الشيخ مع الله محمد المنتصر لذلك تدعو مع الله الشيخ يجوز انت مجرم يجوز مين يا زول؟ القران والسنه كلهم تنهى عن ذلك. والله كلام ربنا سبحانه وتعالى يا اخي الحمد لله اياك نعبد واياك نستعين. وين هنا زول مع الله ثاني؟ وين؟ في القران كله لاقاك انت زول مع الله سبحانه وتعالى بل نهى الله عن ذلك وقال هذا شرككم بالله تبارك وتعالى. انت لو انت بتاع خمره بتاع زنا بتاع مخدرات تكون تحت المشيئه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. تحت المشيئه تكون لكن تشرك بالله تبارك وتعالى تعلق ورقه من الرزق حجاب من الشلوت حجاب من البنيه حجاب من العين حجاب من العارض ورق معلقين ورق. انا واحد قلت له في الشعب الخرطوم هنا معلق ورقه قال لي دي حقت قال حقت مشاكل قلت له انا جيت اشكلك انا الورقه حتقول لي ارجع زول تابع لنا كتاب لنا شو هذا كنت قال الورقه يعني الورقه حتطلع تكلم يعني كيف يعني هسه كان جاك جون زين زاد داك بنيه تقول لي ورقه انت ورقه باكلك لا ذاته بليد ولا شنو ما في اي حاجه الا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام لما اخذ المشرك السيف قال من يحميك مني يا محمد؟ قال له الله سبحانه وتعالى. فاهتز السيف من يدي الله رمى من يده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ انت بدنا منعك مني منه؟ قال كن اخا كريم ويحنسه ما مجرم ما عقيدتك فاسده